وجوه فرحا لجلال برآكم، وتستفيدوا يا نبي الخير من عظيم عطاياكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم نسورا للعزة والشهامة. في رحاب غربتنا حللتم وطنا من الدفء والامان. تسكن الأحلام جميلة وأحبها واسمها شآم، ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام
جميلة أحبها واسمها شاء. ليش هيك فيك صار اجتمع الوجع والنار صار يا شام يا شام وينك رجالك عيونك عيني عيني انا حبايبنا يوافونا قرب يجي تشرين يا ولادي انتو قصدي انتو قصدي انتو قصدي ايد بايد احنا من البلد فلسطين ايد بايد احنا عم سوريا فلسطين ايد بايد احنا من البلد فلسطين ايد بايد رح نمشي الطريق كله والحق رح يفرش ظله على كل ترابك يا شام هالوغد رجالك بيضله والعمل تتلذذ بها طيورنا بكل فرح بعد شهور من العناء والتعب. والآن مع فقرة غنائية تقدمها باقة من الفراشات الجميلة والملونة تحت إشراف المعلمة إكرام سويد. مدرستي قد علمتني لم مجتهدا جعلتني مدرستي قد علمتني الحب مرة يا ترى الزمن وأين أذهب كل الأرض
ترفضنا وتزدرينا وكل الأرض تنتهي ونحن من نحن؟ نحن الشمس فوقهم ونحن ما نحن؟ نحن العين والأذن. يا أيها الموت ما أحلاك من وطن لمن أتاك شهيدا جربه الوطن. والدعد حمص لقلبي في أسقتها وذكرياتي وروح عافها البدن. يا تارك الفرد مستغني بنافلة والله يوم يوم اللقى لا تنفع السنن. يا شام لو كانت الأحلام تنقذنا كنا حلمنا ولكن كلها دخل. نريد أن نرجع الأمجاد لولدها أيام كنا يدا ننأى بها المحن. أيام إن عرضت صنعاء عارضة تحت دمشق وبغداد هنا اليمن. الفرح ما كان لولا قبله حزن والسر ما طال إلا بعده علن. والطفل مهما له قدمت من أكل يظل أطيب شيء عنده اللبن. لذا أحن ومثلي كله انتهن إلى الزمان الذي ما فيه منتهن. فكيف أسكن بيتا أطعت به وطفلة في بلاد ما لها سكن. الأرض مهما لنا في الغربة اتسعت يظل أرحب من أرجائها الوطن. قل للطبيب وشمس العمر غاربة إذا انقضى أجلي ما تفعل الوطن. قل للطبيب وشمس العمر غاربة إذا انقضى أجلي ما تنفع الفقن. بالله رب السماء والأرض معتصمي وفيه صدري إليه السر والعلن. ولست أقطع آمالي بثورتنا لكل وجه قبيح آخر حسن. أنا عبد الله طالب علم. أنا من الجيل يلي سرقت الحرب طفولته وأحلى أيامه، بس قدر يتعلم من الظروف القاسية الإرادة والتصميم. كنت مثل كثير من رفقاتي عم فتش على المستقبل بين أسطور الكتب والدفاتر، لأني كنت بعرف ومتأكد إنه بالعلم وحده رح أرجع على وطني ورح أبني وطني من جديد. فجأة صار شيء دمر فرحتي وحطم آمالي، ريح غدارة طفت شموعي ما عرفت من وين حبيت. أنت شهادتك غير معترف عليها، روح وجدد أوراق، احتمال كبير ما يسمحوا لك تقدم، أنت طلبك مرفوض. وحكي ياخذني وحكي يجيبني مثل الموج بحر أسوأ كسر روحي وبصر قلبي. صوت الخير والمحبة تعالت من جمعية المنهج اللي برأسها الشيخ محمود. وقفوا حدي ورفعوا صوتهم مع صوتي وطالبوا بحقي بانه كمل تعليمي. ومن بين صخور الياس ومن قلب العذب وقفت من جديد وانفضت عن كتافي غبره الحزن وصرخت باعلى صوت: انا عبد الله ابن سوريا ما رح استسلم. انا هلا اقوى وسلاحي ارادتي وتصميمي ودعوات امي ودعم اساتذتي. جميل ان تكون كالغيم تمطر الفرح في كل مكان تحل به. وكم جميل هو العطاء بلا حدود. والأجمل هو أن تزرع الزهور بين صخور الألم. والأروع من يحمل هموم الآخرين فيكون قلبا دافئا لهم. وهذا ما ألفناه في راعي الطفل السوري في بلاد الوجع والغربة. الأستاذ مصطفى الحاج رمز من رموز الإنسانية سيذكره التاريخ يوما، وها هو يلقي على مسامعنا عذب الكلام. أبنائي الطلبة المتفوقين وذويهم الأكارم، المعلمين والمعلمات الأفاضل، مدراء المدارس، ضيوفنا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في ربوع مدارسنا. حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، وشكراً من القلب لتلبيتكم دعوتنا لتكريم ثلة من أبنائنا الذين تعبوا واجتهدوا وها هم يقفون وقفة العز والفخر والكبرياء، وهم يرتدون ثوب التفوق والنجاح ويحصدون ثمار تعبه. أبنائي الطلبة، قضت حكمة الله فيكم أن تكونوا أنتم الجيل الذي ولد وترعرع في أقصى حرب شهدها التاريخ وعرفتها البشرية. اقتضت حكمة الله فيكم أن تكونوا أنتم الجيل الذي شهد مرض وطنه ومعاناته وتكالب الأعداء عليه حتى هجروه أبناؤه مكرهين وقلوبهم وأفئدتهم تنبض بحبه وعقولهم ترحل إليه كل يوم. اقتضت حكمة الله أن تكونوا أنتم الجيل الذي ولد يتيم الوطن. أبنائي، رغم آهات وجراح وطننا المكنون، كونوا دائما على يقين أن الأوطان إن مرضت فهي لا تموت.
تبقى شامخة شموخ السماء في عليائها، وخصوصا إن كان لديها أبناء بررة مثلكم، فأنتم الآن بتتويجكم تسطرون ملاحم الأمل وترسمون ملامح خارطة طريق لأمة سوف تنهض وترقى فيكم وبعلمكم وبأخلاقكم. أبنائي، رغم مآسينا وأحزاننا وما زال ألم الحرب ينبت ويزهر أملا وبعدا فيكم أنتم ومن خلالكم، رغم مآسينا وهمومنا وأحزاننا ما زالت وجوهكم المشرقة تبعث الطمأنينة فينا. تفوقكم وتتويجكم اليوم هو بلسم جروحنا الذي أنسانا لوهلة سنون الحرب العجاف. لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أحثكم على التفوق والاجتهاد، فهو الطريق الأوحد لتحقيق المراد، ولا يسعني إلا أن أشد على أياديكم لمواصلة طريق التفوق الذي بدأتموه. ونصيحتي لكم بأن تنهلوا من مناهل العلم وأن تكتنزوا من معين المعرفة وأن ترتقوا بأخلاقكم وتجعلوا من قدوتكم الأنبياء والصالحين. ختاماً دعوني أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر لأهلكم الذين ساهموا معكم وشجعوكم وحثوكم على السير على طريق النجاح. والشكر كل الشكر للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدرسة، والشكر موصول للجنة التنظيمية التي أسهرت وأشرفت على إنجاح هذا الحفل وعلى رأسها الأستاذ عبادة سويد والأستاذ باسل إدريس والأستاذ عبادة بريش والأستاذ مصطفى صغير والأستاذ سيد سلطان والأستاذ ريان بريش والأستاذ بوتينة والأستاذ ألا والأستاذ سليمان قصري. في النهاية أنا باسمي وباسمكم بدي أشكر بعيد المنهج كان بدي الشيخ محمود فرحة بزيادة نسمع صوت السعادة نجحوا أخدوا الشهادة باركوا للخريجين أرزاقوا يا نوارة حسن وأدب وشطارة تخرجتي وبجدارة عنوها مع الغالين ألف مبارك قولولا إن شاء الله أحلى ما بتنولا ألف مبارك قولولا إن شاء الله أحلى ما بتنولا نجحت يلا غنولا من أغلى منا مين علوا الفرحة بزيادة نسمع صوت السعادة نجحوا واخدوا الشهادة باركوا للخريجين سهرت ليالي همتها بالعلالي لتحقق حلم سنين بنجاحها رفعت راسها فرحوا لآلة وناسها فرحان بكل حواسها هي ست الحلوين ألف مبارك قولولا إن شاء الله أحلى ما بتنولا ألف مبارك إن شاء الله أحلى ما بتنولا نجحت يلا غنولا أرزق من زي مين علوا الفرحة بزيادة نسمع صوت السعادة نجحوا واخدوا الشهادة باركوا للخريجين نسمع صوت السعادة نجحوا واخدوا الشهادة باركوا للخريجين سوف نبقى هنا
كي يزور السلام سوف نحيا هنا سوف يحيي النظم موطني يا حنان رغم كيد العدا رغم كل اللحن سوف نستعد عنك عم النعم سوف نروح إلى رفع كل الهمم بالمسير العليا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدعي والقلم كلنا عقول على من يصارع السخم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي نزور الحلم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا بالليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي طيب المعالي نبتغي رفق الهرم نقضي ساعات طوال نتقي عند العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم إن سئنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عملي حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الحلم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رغم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم صرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا